التشجيع. التشجيع. عايز اقول لكم حاجه، هناخد نرجع تاني لمبدا الدايت. الدايت، الناس لما بتدي تعمل دايت وتبتدي تاخده جد كده لمده شهر بتخس شويه، مش كده؟ ايه اكتر حاجه بتخلي الواحد يكمل؟ ان يجي له موتيف من بره واحد يقول له يا انت خسيت. له بجد باينه يعني لا بجد ما تجاملنيش، باينه اصل في ناس بتقول مش باينه، فنقول لا برافو عليك انت خسيت، يقول بجد فرحان قوي. فيرجع مره تقول له في مكرونه بشاميل، انا عامل دايت. ليه؟ ما انا مش عايز اخسر اللي انا كسبته، بس انا حته نفسيه جوايا شجعتني. غير لما اكون بقى انا مائت نفسي شهر باكل وجبه واحده وبمشي 3 كيلو، وبقول للواحد ايه، هو انا ما خسيتش؟ لا مش ملاحظ الحقيقه، ده انا فكرك زايد يا راجل. هاتوا البسبوسه. ما خلاص بقى خسرانه. انا بقولها لكم بصوره ان فاني واي بس عشان تفهموا انا اقصد ايه، لان هنلقي الكلام ده من البسبوسه للكلام الروحي. ايه بقى الكلام الروحي؟ انا اوقات بحتاج حد يشجعني، ومفيش احلى من الاصدقاء، ومفيش احلى من انسان روحي يكون صديق ليا. يعني اعترف لكم اعتراف برضو قلته يمكن في مؤتمر من المؤتمرات، لان قلت الموضوع ده في مؤتمر، انا وقدس ابونا بشوي دفعه واحده في الكهنوت، فاول ما اترسمنا كهنه، يعني احنا كنا 2 خدام بنخدم يعني جامعه، المهم يعني بقينا كهنه احنا الاثنين، اترسمنا مع بعض. وبعدين بعديها بشهر كده، طبعا يا اولاد احنا ايه، كان عدد الشعب كتير قوي وعدد الكهنه اللي موجودين قليلين، والكنيسه ما رسمتش كهنه سنين طويله قوي، فاول ما جينا كان عندنا بقى باك لوج في الشغل. عارف لما يرسم لك موظف على مكتب مش باين من الفايلز اللي حواليه؟ عندنا مئات الزيارات، مئات المرضى، مئات الحالات الافتقاد، شغل. المهم انا بعترف لكم اهو، قابلت ابونا بشوي في المكتب اللي هنا ده، بيقول لي كنا مستنيين فرح على الساعه 10 بالليل كده، بيقول لي عامل ايه؟ قلت له عامل ايه؟ بقول له شكلك مش مبسوط. قال لي ده انا كنت هسالك شكلك مش مبسوط. قلت له هو باين انا شكلي مش مبسوط؟ قال لي هو انا باين شكلي مش مبسوط؟ قلت له احنا الاثنين مش مبسوطين. ليه؟ فعشان احنا اصحاب وتربطنا علاقة روحية حلوة من زمان، يعني بنفتح قلبنا ببساطة. فقلت له أقول لك حاجة بس ما تفهمنيش غلط. قال لي، قلت له الكهنوت وقع عليا بالخسارة. قال لي وعليك بالخسارة؟ إزاي؟ قلت له أنا كنت بقرأ وأذاكر وألخص وأتعمق في الكتاب المقدس، أنا دلوقتي بصحى زي الجيش، 6 الصبح اروح 11:30 بالليل، باكل ساعه في البيت بس مش عارف اكل فيها ولا انام عشان اعرف اكمل مجهود، وزو مفيش راحه خالص، لدرجه لو قريت الانجيل بقراه من غير مزاج كما لقوم العاده، والتامل راح. وهقول لك اعتراف، ده في اوقات وقع مني فيها الانجيل اللي عمره ما حصل وانا خادم، حصل وانا كاهن، فضحك علينا. فراح هو بص لي قال لي هو ده اللي عندي بالظبط. يعني احنا الاثنين وشنا مش مرتاح علشان في حاجه ناقصه، حته روحيه اتطفت جوانا. واحنا قالوا لنا لما تبقى كاهن هتفرح بربنا بقى وهتبقى مكرس لربنا ووقتك كله بتاع ربنا، بس ما كناش فاهمين الخدمه بالشكل ده في الكهنوت، يعني ما فيش نوم. المهم مش هي دي القصه. رحت قلنا له زمان بقى، كان انا بتكلم على سنه 92، لا كان في موبايلات ولا دياولو، يعني كان في حاجه اسمها بيجر بس للدكاتره، لكن يعني مش اي حد. المهم فقلت له انت بترجع الساعه كام؟ قال لي من 11 ل 11:30. وانت بترجع كام؟ قلت له من 11 ل 11:30. عملنا اتفاق ان اللي يرجع قبل التاني يرن رنتين ويقفل، وكل واحد فاهم بقى مراته ان يعني ايه ما تردش رنتين، لو رنتين وقفل. بس انا لما هروح هتقول لي مراتي التليفون رن. التليفون رن يعني هو قرا وانا ما قريتش. معقولة هو يقرا وما قراش؟ ليه؟ اقرا زي ما هو قرا بالظبط. او لو هي قالت له ان ابونا بولس رن الرنتين بتوعه وانت ما كنتش موجود، لو هو موجود خلاص
هيروح فاتح الانجيل وانا فاتح الانجيل، وابتدينا نشجع بعض. قعدنا فتره متابعين كده لغايه لما العجله مشيت. بعد ما العجله مشيت خلاص، مشت بقى، مشت وخلاص بقى، رجعنا تاني للنظام الاول والقراءه الاولى، صلواتنا انتظمت، الانجيل انتظم. ممكن صديق اللي بيحبني يكون سبب، زي ما ايه، زي اقولها لكم بالصوره اللي تفهموها، اتنين اصحاب اوفر ويت وعاوزين يعملوا دايت مع بعض، فكل واحده متحمسه تحرق اكتر من الثانيه. تقول لها انت مشيتي قد ايه؟ تقول لها 2 كيلو. هي عشان بتغير منها تمشي 2 كيلو ونص. انتوا خدين بالكم؟ ما هو بقى ايه، يبقى بلاش غيره يعني، بس تشجيع تشجيع تشجيع. وفي بقى طريقه ثانيه للتشجيع اسمها طريقه العقوبه. يعني انا قلت في طريقه من خلال الاصحاب، يا اما التشجيع يا اما ايه، العقوبه. اقول لكم ايه هي العقوبه ولا ما اقولش؟ طب انا كده كده هقول انت بس. مهم يعني مالكوا ترددتوا؟ انا لما اقول هتقولوا دول ايوه يا بونا، اقول بحماس كده، اقول ايوه كده، خليكم بقى معايا. بصوا بقى، انا دخلت ايه، كنت في مدرسه ابتدائي حلو قوي، وبعدين دخلنا في مدرسه اعدادي نص نص، دخلت في مدرسه ثانوي بعد عنكم. ما اعرفش بقى، بقيت اسمع الفاظ مطوه، كزلك، مش عارف حديده، مش عارف سنجة، ما نعرفش الكلام ده. العيال كلها لما تجامل بعض تجامل بعض بالشتايم، يقول له تعالى يا كذا كذا كذا، كل كذا من دول عايزه قاموس تعرف معناها، وتطلع حاجات وحشه جدا جدا جدا. يعني كنا عارفين الشتيمه اللي في الشارع، بس اتاري في شتايم جديده بقى في الفوكابولري ما كانش موجوده فالمدرسه دي بقى. فبقينا ليل ونهار مغموسين. المدرسين كده، المدرسين ما يقولش قوم يا فلان قوم يا كذا، الواد يبقى مكيف قوي ان اخذ لقب من المدرس يعني. فالجو كان رهيب يعني، كانت نفس البار تتالم يوم بعد يوم، زي اللي عايشين في زادوم وعموره، لدرجه ان احنا ابتدينا بتوع مدارس الاحد اللي جوه المدرسه نفوت شويه، بس مش بالشتايم الوحشه، بس ايه، الاسلوب بتاعنا اتغير. يعني كان في اسلوب فيه احترام، يعني عشان كده لا خد كده، حتى كشكول الرياضه لا انا ما عنديش، عايز التفاضل والتكامل النهارده، مش عارف بكره لا خد الكيمياء خد الميكانيك، كلام كده عام يعني. مثلا واحد يقول للتاني ايه، جرايه مقرف انت، طبعا مقرف دي بالنسبه لهم مش شتيمه، دي زغزغه يعني، ما فيش، دي مش شتيمه قوي. واحد يقول للتاني من شلتنا ايه مقرف انت، انا عديت عليكم ولا تكشف كلمه، الكلام ده عمرنا ما قلناه، عمرنا ما اتعاملنا بيه، بس ابتدينا نلاحظ ان الموضوع قلب. احنا ساعتها كان مصروفنا، بس ما تضحكوش، في الشهر كله 40 قرش، 40 قرش يعني ما جابش نص جنيه. فعملنا عقوبه ان اللي هيقول كلمه مش في مكانها او تحمل يعمل ايه، يدفع قرش ساغ. يعني انت لو لخبطت مرتين في اليوم مصروفك الشهر مش هيكفيك، اللي انت بتاخده كله مش هيكفيك في الحصاله دي. فبقى الواحد يعمل ايه، احكي لكم بس، بس ما تضحكوش، علشان خايفين نشتم بقيت افك 5 قروش حطيتهم في جيبي ومسكهم بايديا وضغط عليهم طول الفسحه. ليه؟ عشان ما اطلعش منهم واحد. فلما اجي اهزر مع واحد هزار شايفين انه مش لائق ويليق باولاد ربنا يعني، الكلمه تروح واقفه هنا، يا سامح يا حبيبي. انتوا واخدين بالكم؟ دربنا مخنا بسبب الخوف من العقوبه ان ناخد موقف جد، بس احنا كنا شله بصراحه سندت بعض شويه. يعني كنا مش عاوزين نغلط، مش عاوزين نجاري الجو. فقفلنا على نفسنا وابتدينا نلاحظ ان مفيش يبقى الشله. وعشان كده بقول لكم، سواء انتوا دلوقتي او لما تتجوزوا وتكبروا وتخلفوا، اهم حاجه اولادكم هيصاحبوا مين؟ يا إما هيطلعوهم شوية يا إما يحطوهم في الحضيض، فخلي بالكم.